ايه بالشركة من شركات دادي. هاي واضح لكل اللي ما بيعرفوني، انا دليدا خليل، حلوة وكذابة، لهلأ بعيروني بالكذابة. انا هون بو ايه هلا تاخذني. مثلي من عمر 16 سنة، وقفت لأول مرة قدام الكاميرا. تمثيل شغفي بالحياة، بنفس الوقت بغني، عم بشتغل على أغاني مع ميوزك فيديو فيهم رقص. إذا بدك ما بفضل، بس إنه أكيد الأين تبعي إني أوصل الغناء مع التمثيل مع الرقص بنفس الوقت، يمكن لأنه خدت تجربة Dancing with the Stars، حسيت إنه لقيت حالي هونيك. كمان بسليبرتي دويتس قلعت وقدمت لوحات كتير حلوة. بيوم الجامعة وقفت بمسلسل لايت كوميدي، هيك بلشت، اسمه 50-50، واخدت دور بنت مهضومة كتير وحركة واكتف، ويعني مع كتير من الممثلين اللي هلأ كمان هن من أهم الممثلين عنا بلبنان. أنا ربيت بعيلة طبيعية، إخواتي أهليتي قريبيني، نمط حياتنا بيختلف عن الدومين اللي أنا عيشته، وأنا اخترت شوي شيء مختلف وصعب وما بيشبهني أبداً، لأنه اعتبرت أنه هيدا تحدي لإلي. وكيف من أنا وصغيرة كان دايماً عبالي يكون بدي برهن حالي، بدي فرجي أنه أنا الشاطرة الذكية، يعني بدي فرجي كل شيء حلو مني. الله وفقني، بس دايماً بقول بيني وبين حالي لأنه الله وفقني ما بنسى أنا الباص تبعي، ما بنسى ولا ببعد عن التقاليد والأسس وكل شيء أنا ربيت عليه. الأدوار اللي أنا بخدها مختلفة عن شخصي كداليدا، وكل دور يمكن بعطيه حقه زيادة مثل ما أنا بشوفه من وجهة نظري، بس طبعاً ما بيخدوا معي على البيت. أنا مني شاكة، أنا متأكدة إنه هي اللي قتلته. سر من أجمل المسلسلات اللي خدتها بحياتي، أول شيء الفضل الكتير كبير للمنتجين نحلة زيدان وسامح مجدي على هيدا الفرصة، لأنه فكروا في لبطلي لهيدا المسلسل. بتعرفي بيقولوا إنه الزوجة اللي عم ترقص لزوجها بهي الطريقة بتكون بتحبه، بس هن مو قايلين إنه لما ترقص لحالها وبيكون جوزها مختفي شو هذا بيعني؟ هي بدها دراسة، بدها تحليل، ما هيك؟ أنت وين كنت مختفي كل هالفترة؟ بالفعل وجود ممثل قدير يلي هو جوكر الدراما بسام كوسا كان حلم إني شاركه البطولة بهيدا العمل. عنا كتير نجمات نفتخر فيهم بلبنان، منهم نادين جيم، منهم سيرين عبد النور، وحتى هيفا يلي هي آيكون لكل الصبايا. يعني كل نجم عنده جمهوره، بالتالي ما حدا بياخد من درب حدا. يعني الدور اللي أنا حاخده أكيد رح ألعبه بطريقة مختلفة عن أي نجمة لبنانية تانية، وقتا منكون سوا هي بمطرحها وأنا بمطرحها وعم نعمل مسلسل أكيد رح نوصل أسرع لقلوب الناس. طبعاً نادين وسيرين بيركولي على مسلسل سر وتمنولي التوفيق، وأنا بدوري بتمنيلهم التوفيق برمضان، وأكيد ناطرينهم. طبعاً ما حدا بيرفكت، وبما أنه بعرف أنه الأغلاط اللي عندي أكتر بكتير من الصفات الحلوة، فبلش فيها. أنا حدا بيعمل رياكشن بسرعة إذا حدا زعلني،
معصب أكيد مثل كل شخص فيكم، بزعل وبحرد مثل الأولاد الصغار. ما بحقود ما بنقوم على حدا، بس أكيد بعيد وانس حدا قرب إزاني أو إزا كرامتي. من الأشياء الحلوة بحس أني بحب الحياة، حدا متفائل دايماً بتطلع لقدام وطموحاتي كبيرة، ودايماً بحب أقدم الأفضل. أكتر شيء بحبه موجود بحياتي هن الناس البوزيتيف مش فيك، الحقيقية يلي بيكونوا ريل سبورترز بحياتنا وما بيكذبوا علينا. ما بحب الكذب. بدي أخبركم أنه أنا يوم من الأيام كنت بنت عادية، كان عندي أحلامي وأحلامي كانت صغيرة، وما كنت عارفة حالي بحياتي رح أوصل لهون، وما كنت أعرف أنه ما أصير مشهورة وطلع على تي في والناس تحبني وتتفاعل معي ويصير عندي فان بيس قوية كتير. مشان هيك بآمن أنه كل شخص فيكن رح يوصل للحلم يلي بيطمح له، شرط يكون حقيقي وطبيعي ويكون على حقيقته.